أهلا بكم مجددا وإلى الشأن اليمني، حيث جرت في تعز صباح اليوم عملية تبادل للأسرى بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح من جهة أخرى. وبحسب مصادر في المقاومة الشعبية فقد تم تبادل 76 أسيرا من المقاومة الشعبية مقابل 116 من ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه العملية تمت بعيدا عما يجري في مفاوضات الكويت. من جانبهم قال عدد من الأسرى العاديين أنهم عاشوا أوضاعا مأساوية ومعاملة غير إنسانية طوال فترة الاحتجاز لدى ميليشيا الحوثي وصالح. تم اعتقالي في 27 رمضان الماضي الحين كمان، يعني سجن شماتة قام صدق. الله لو وراكم كيف السجن قام. أصعب المواقف حين ما يدي لك أكل، تطالب أكل ما يرضيش يدي لك أكل، تقول له تشتي أكل يقوم يسب لك، يقول لك يا دواعش أصحابكم يعذبونا، أصحابكم المكان اللي يحتفظون فيه مكان مقاري، داخل مقاري مدفن، ناكل بين المقاري ونعمل كل شيء بين المقاري، ترقد فوق المقاري. أخذونا من الشارع وفي الأخير ساجن سنة وشهرين دون أي تهمة ودون أي تحقيق. التهمة الوحيدة أن احنا من تعز فقط. البلالع طافحة، المعاملة سيئة جدا، لا ترتقي حتى إلى أن يتعامل الإنسان مع الحيوانات. هذا اللي لا نستطيع أن نذكر أكثر من ذلك. أنا تم اعتقالي في نقطة 60 ومدة السجن عام كامل. مسكونا واحتجزونا في مدينة صالح، بعد شهرين طلعونا إلى محافظة ذمار ووصلونا إلى مدافن الحب حق الإمام حق زمان، خلونا هناك حتى الآن تم التبادل. ولمتابعة عملية تبادل الأسرى في اليمن عن قرب نتحول للزميل هشام الجرادي مراسلنا من تعز ولقاءات مع عدد من الأسرى العائدين. إليك هشام. شكرا لك أخي سالم. نعم، اليوم تمت أكبر عملية تبادل للأسرى منذ بدء الحرب في مدينة تعز. تمت العملية على مرحلتين، المرحلة الأولى فجرا في منطقة غراب في المداخل الغربية لمدينة تعز، وتليها العملية الثانية عصرا في مداخل منطقة الضباب من مدينة تعز. كما صرح الناطق باسم الجيش الوطني والمقاومة أنها إجمالية المفرج عنهم اليوم من ميليشيا الحوثي وصالح ومن المقاومة الشعبية والجيش الوطني هم 88 من المقاومة مقابل 113 من ميليشيا الحوثي وصالح. تمت هذه العملية بعيدا عن الحوار السياسي في الكويت. أيضا كانت لجنة الأسرى هي من الأسرى السابقين من المقاومة، هم الذين كانوا الوسطاء في هذه العملية. نعم، لدينا هنا عدد من المفرج عنهم من الأسرى في مدينة تعز، نأخذهم ويعرفنا كل واحد على يعرفنا على نفسه ومن ثم ظروف اعتقاله من قبل هذه الميليشيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعرفكم على اسمي، أنا عبد الله العامري من محافظة تعز من مديرة قبل حبشي. تم اعتقالي قبل ما يقارب 8 أشهر، حيث وهذه المدة التي اعتقلت فيها وهي 8 أشهر. تم اعتقالي من مبنى الجوازات في العاصمة صنعاء بطريقة تعسفية، لا أدري لماذا. هم يدعون بأني أنتمي إلى المقاومة وإلى الدواعش وإلى غير ذلك من المسميات، رغم أني طالب جامعي من طلاب جامعة صنعاء. تم اعتقالي بعدها أخذي من مبنى الجوازات إلى قسم 45، جلست في القسم يقارب 15 يوم. بعد كذا بعد تحقيقات وضغوطات نفسية وغير ذلك، بعد كذا تم أخذي من القسم إلى مبنى البحث الجنائي وجلست فيه ما يقارب 2 شهر. كمان كانت الضغوطات في البحث الجنائي لا توصف، من حيث المعاناة ومن حيث سوء التحقيقات ووقت التحقيق وغير ذلك. السلام عليكم. أعرفكم باسمي جلال عبد الملك ياسين الكدهين من محافظة بناء تعز. أنا أعتقل
من 7 أشهر ممكن لاعتقالي. اعتقلت هنا بمنطقة الدحين، لا أدري بما اعتقالي، ولا جلست 4 أيام في مدرسة الحياة بيت عز، وانتقلت إلى بيت علي محسن صعدة حدة بمنطقة حدة. لا أدري هذا السجن أين يصاف، لأنه سجن تحت الأرض مخفيين 5 أشهر لا نرى أي ضوء. وانتقلنا بعد 5 أشهر إلى السجن المركزي، لكنه معاملة حقهم ما صف لكم بالمعاملة، منحزة التحقيقات حقهم، ضغط قوي علينا بأن نحن دواعش وأن نحن نلتمي للمقاومة، وإذا ما مسكوناش بقفات وإنهم مسكونا في نقاط، وإحنا معتقلين ليس أن نحن أسرى. الأسير الذي يؤسر في المعركة وليس في الخط، الذي يمسك من الخط ويتهمه بتهمة لا يتصاف. فوقه لي أكثر من 20 تهمة بأننا نلتمي للمقاومة من جميع أشكال. مرة مسكوني قالوا أنت في سينك في القاص الجمهوري وكنت قاتل مع حمد المخلافي، مرة أنا كنت أقطع الطرقات لحمد المخلافي، وإننا لا ألتقي بحمد المخلافي ولا ليس إننا أسي حمد المخلافي بأي منطقة، إننا أراه في التلفاز وليس أتقابلناه. ومن كثرة التحقيقات حقهم التعذب الذين عذبونا لا يصاف. إن إحنا هن وهن بكل ونطالب المقاومة الشعبية بأسراء المعتقلين أصحابنا لديهم في السجن، لا يدروا كيف التعذيبات حقهم الذين تعذبوا من قبل الميليشيا الحوثي وعلي صالح من جهاد حتى لا تصاف. الذي يسجن الذي يصف لكم بأشياء الذي عنده. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اسمي أنا أحمد نبي محمد ياسين الكدهين. تم اعتقالي اختطافي في نقطة 60 بقضية أنه أبي ينتمي للمقاومة، وتم اقتيادي إلى مكان مجهول، ومن ثم إلى مكان مجهول إلى الصالح، ومن الصالح قسينا 16 يوم، ثم نقلونا إلى الدمار إلى معبر، ثم من معبر جلسنا 7 أشهر، ثم من معبر إلى عيشان، ثم جلسنا 3 أشهر وانتقلنا إلى هران، ومن ثم من هران تم التبادل بعون الله وبعون الناس المخلصين. ونناشد لجنة الأسرى أن تنظر إلى بقايا الأسرى من المقاومة، لأنهم يتعرضون من انتهاكات وتعذيب وقهر وجوع من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. ما سمعنا منكم الآن، يعني أنتم كلكم لستم من لم تعتقلوا في الجبهات أو تؤسروا في القتال، أنت اعتقلت في صنعاء والأخ في نقطة الدحية أيام كانت تحاصر هذه الميليشيات. طيب يعني كيف كانت ظروف، هل تم التحقيق معكم، محاكمتكم، شيء من هذا القبيل؟ طبعا بالنسبة للتحقيقات تم التحقيقات لأكثر من مرة، تمام، وتحقيقات متكررة مش معهم أي إثباتات. بالأصح نحن يعني مسكنا، وأنا من شخص مدني لا أمتلك السلاح ولا مسكنا في جبهة عشان يعتبرنا أسير. بالنسبة للتحقيقات ومعاناة التحقيقات كانت ضغوط نفسية بشكل كبير جدا لا يوصف. استخدمت فيها بعض وسائل التعذيب، كانت لي أو لغيري من بعض الشباب اللي كانوا متواجدين معي في الاعتقال. الحمد لله على كل حال. طيب الأخ الكدهي، يعني هل تم تعذيبكم، المعاناة النفسية المعاناة الجسدية، هل تعرضتم لتعذيب نفسي أو جسدي؟ نعم، تعرضنا لتعذيب نفسي بأنهم بكل تحقيقات علينا يضغطوا علينا ويعذبونا. أنا حققوا معي 6 تحقيقات، وبكل تحقيق يحققوا معي أزيد من التحقيق الأول، وتعذيبات أزيد وأزيد، وهكذا الحمد لله خرجنا. ظروف السجن، يعني ظروف المكان الذي كنتم معتقلين، ظروف السجن
السجن لا يصفه لأن احنا تحت الأرض مقابلين لا نرى الضوء تحت الأرض لا نرى الضوء ولكن الحمد لله ان احنا خرجنا وشفنا تعزو احنا أحرار من كل شيء والحمد لله على كل حال شكرا. طيب الأخ أحمد يعني هل كانوا يسمح لكم بالتواصل مع الأهل يعني التواصل مع أهلكم هنا في تعز وهل زارتكم منظمات دولية كالأمم المتحدة الصليب الأحمر إلى مكان اعتقالكم؟ يا أخي كانوا يسمحوا لنا بالتواصل إذا كان يتواصل والد خلهم يعني الأسرى حقهم يتصلوا لأهليهم ويسمحوا لي أنا شخصيا فقط. لماذا؟ لأن الوالد يخلي الأسرى حقهم يتصلون ويعني يعملوا بمقابل مصالح. ايضا معنا هنا الشيخ نبيل الكدهي قيادي في المقاومه الشعبيه ايضا عضو اللجنه الامنيه وعضو لجنه الاسرى وهو والد احد المفرج عنهم وهو احمد نبيل الكدهي يصف لنا كيف كان التعامل ما بينهم وبين ميليشيا الحوثي في ظرف الاعتقال. بسم الله الرحمن الرحيم. نبيل الكدهي عضو اللجنه الامنيه واحد اعضاء لجنه الاسرى. طبعا تعاملنا مع الأسرى في الحوثيين الذين عندنا تعامل إنساني مهما كان يعني وفرنا لهم السكن المريح وفرنا لهم الأكل الجيد اتصال يعني من كان عندي أكثر من 78 أسير يعني التلفون نقسمهم إلى مرة كل يوم 20 كل يوم 20 كل يوم 20 تواصلوا مع أسرهم واصل يعني مصاريفهم يرسل بيل الكريمي اطرح واحد من الافراد يروح ياخذ من الكريمي والزعيم يعني انتم كان لديكم معتقلين انت كنت احد مسؤولين المعتقلين التابعين لميليشيا الحوثي مسؤول عن ايوه كنت مسؤول على احد ال طيب اكمل لك من كيف كانت التعامل نتعامل معهم تعامل طرحت لهم يعني واحد يقوم بخدمه الاكل والشرب واحد ياخذ لهم المصاريف يسلم المصاريف باسمه للكريمي ويجي يجيب لهم المصاريف وياخذ منهم الاوراق من المطلوب من الاسواق إذا ما التغذية ضعيف اللاجئين. كنت أحاول أتواصل مع الولد أحمد يعني بالشهر مرة رغم أن أنا ما انعكسش علي أنا خلاهم يتواصلوا بغض النظر يعني مش اللي عشان يخلوا أحمد بس هم يتعاملوا كذا يعني بعض الحالات يطلب مني مثلا في أسير مش عندي أسير بمكان آخر مرة يخل أحمد 4 أشهر لم يتصل يقول له خلف الأسير الفلاني اللي عند الشراقي يتصل لي عشان أخل أحمد يتصل قلنا أنا مش ضروري يتصل. طيب هل كنت تعلم بظروف التعامل مع المعتقلين وخاصة ولدك هناك في جلس أنا بعد 7 أشهر يعني عرفنا هنا الولد أحمد بعد ما خطفوه على طول أخفي لا اتصال ولا شيء بعد 7 أشهر اتصل يقول أنا كذا ما فقط بعد 7 أشهر الفترة الأخيرة بدي يعني التواصل عندما بدينا ندخل بتفاوضات مع اللجان مع لجان الأسرة فكان في ميزة قال انه ايش يخلوه يتصل مش نفس الخدمات اللي او الاتصال اللي نسمح له نسمحنا للاسرى اللي عندنا. طيب هل حاولتم التواصل مع لجان الصليب الاحمر لجان الامم المتحده بشكل عام لعمليه تبادل الاسرى؟ لماذا تمت العمليه بشكل مستقل عن المنظمات الدوليه والحوارات السياسيه في الكويت؟ يا اخي حاولنا عدة مرات طلبنا الصليب الأحمر عدة منظمات نلاحظ أن الأخوة الحوثاء يتهربوا من هذا يعني يريدهم الذين يديرون التبادل هناك لجنة خاصة بلجنة الأسرى وأشك أن هناك مبالغ هائلة تضخ فينا في هذا المكان في الأسرى فهم حريصين أن لا يتدخل أحد في اي منظمه اي ما في شيء من طلبنا احنا منظمات تدخل عشان تشوف اسرانا كنا اتفقنا على التبادل الكلي اختلفنا يعني كم اسرانا اللي عندهم وكم المختطفين وكم اسرانا اللي عندنا كنا نشتي منظمات رفضونا المنظمات تشوف. شكرا الاخ نبيل. ايضا نعود الى الاسرى يعني ما هي الرساله التي توجهونها لزملائكم الاسرى الذين لا يزالون اسرى لدى هذه الميليشيا؟ بالنسبة للرسالة أوجه رسالتين. الأولى للإخوة أنصار الله عليهم أن يتقوا الله وليكونوا حقيقة من أنصار الله
لأن هذه الاعتقالات والاختطافات التعسفية لأبناء بلدهم وهم مسلمين أخوة يمنيين بالطريقة هذه لا تمثل اليمنيين وهم أهل الحكمة وأهل الإيمان، والإيمان يمان والحكمة يمانية، وأهل أرق أفئدة وألين قلوب. فهذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية لإخوتي المعتقلين، أولا أدعو الله أن يعني يطلق من سراحهم وأن يفك أسرهم وأن يصبرهم، إن شاء الله هم بيخرجوا قريب، عليهم في الصبر، إن الله مع الصابرين. رسالتي لآباء وأمهات الأسرى أو المختطفين أو المعتقلين، اثبتوا فالله أرحم بأبنائكم منكم، فالله رحيم، لا تقلقوا، وإن شاء الله إن شاء الله الفرق قريب. كما رأينا أن معظم المعتقلين هم مدنيون واعتقلوا على أساس أنهم أسرى حرب. شكرا لضيوف الكرام، أعود إليك أخي سالم، العودة إلى الدوحة. شكرا لك الزميل هشام الجرادي، كما نشكر ضيوفك من الأسرى العائدين إلى تعز، شكرا جزيلا لكم جميعا. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النافذة، شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نافذة جديدة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.